معانا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضلي معايا. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي معايا محمد من العراق. محمد شيعي من العراق. اتفضل استاذ محمد. نعم. سمعت موضوعنا اليوم؟ ما هو الموضوع استاذ؟ مرحبا بتتصل لي يا فندم. تحب يسمعنا صوتك يعني؟ استاذ محمد. نعم. سامعني؟ سمعت. انا معايا 10,000 نعم. جنيه. تدعوا معايا فلوس اهي، معايا 100 جنيه يعني، 100 جنيه، معايا 100 جنيه. تمام؟ محمد بن العراق. ليش يا استاذ محمد بن العراق؟ انا معايا 100 جنيه اهي. ال 100 جنيه دي عايز اطلع منها الزكاة والخمس من نفس المال، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ الزكاة والخمس المكاسب لها موارد يا حبيبي. ما معلش انا دلوقتي لها موارد. معايا فلوس تحصلت عليها الان وعد عليها الحول كامل وتوفر معايا في مكسبها 100 جنيه، عايز اطلع منها الخمس ومال الزكاة، والزكاة تخرج على ما فاض من مال، وكذلك الخمس يخرج على ما فاض من مال بعد المؤونة. الآن 100 جنيه دي اطلع منها قد ايه زكاة وقد ايه خمس، وازاي اطلعهم منها وانا صاحب المال الاثنين؟ اتفضل. سؤال سهل استاذ، انت قاعد تخلط يعني. هذا المال اذا خمسته، ايوه، اذا المال خمسته ايوه، وجب عليه مثلا الخمس. ما هو بس اذا نقول الزكاه بالمعنى اللغوي صار زكاه. يا استاذنا مش في خمس الاموال؟ مش في حاجه اسمها خمس المكاسب؟ اربع المكاسب هي يعني يشترك فيها الخمس، يجب فيها الخمس. طيب ماشي، انا معايا اربع مكاسب اهو، تمام، تجب فيها الزكاه والخمس، الاثنين يجب فيها على كلام السيستاني وكلام العلماء في كتب الشيعه الاثني عشري، تمام، وجب نعم. الزكاة ووجب الخمس. ال 100 جنيه دي بتاعتي أي. انا هي ارباحي اهي اللي عد عليها الحول ووجب فيها الزكاة ووجب الخمس، اطلع قد ايه خمس منها واطلع قد ايه زكاة منها؟ 100 جنيه عشان ما اعرفش 100 جنيه شكلها ايه في مصر اهي. اتفضل. الاموال تشترط فيها الخمس والزكاة. الزكاة لها مواد مخصوصة كالذهب والمال، ما والفضة في زكاة المال، انت ناسي والإبل ولا ايه؟ مش في والبقر حاجة اسمها زكاة المال. والغلاف الأربع حنطة والشعير حبيبي والزبيب. حبيبي ركز، الله يصلح حالك، لسه مطلعين من كلام السيستاني عن زكاة المال. في حاجة اسمها زكاة السيد السيستاني ماذا يقول؟ الفطر، وفي حاجة اسمها زكاة المال، أنا بتكلم في زكاة المال الآن. ممتاز؟ نعم تفضل. زكاة المال أطلع قد إيه منها نفس ال 100 جنيه دي؟ نعم من الأموال الخمس. نعم اطلع منها الخمس 20 جنيه. ممتاز. شوف معانا 20 جنيه ولا لا؟ طلعنا ال 20 جنيه نعم. منها اهو، اطلع قد ايه منها؟ ادي ال 20 جنيه، طلعنا ال 20 جنيه اهي كده، دي اسمها الخمس من ال 100 جنيه. الزكاه منها قد ايه؟ اي 2 جنيه ونص ولا قد ايه؟ 2 جنيه ونص، 2 ونص. هذا خمس الاموال. نعم 2.5%، بس للاسف مش معايا نصاص. نعم. ادي الجنيهات اهي 2.5%. طب ال 20 جنيه وال 2 جنيه ونص، ركزوا يا احبه، ركزوا يا استاذ محمد، هما نفسهم مالي انا، صح ولا مش صح؟ طلعت منهم الخمس وطلعت منهم الزكاه، الزكاه دي اللي هي ايه؟ اوساخ الناس، صح ولا مش صح؟ ليه بالمعنى اللغوي صحيح، زكاه معنى يعني شرعي مش لغوي، ده معنى شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. يبقى نعم نفس، يعني بالمعنى اللغوي ينطلق، اذا المال خمسته يعني زكيته، ينطلق هذا المعنى عليه. حبيبي ركز، انا الان يعني انا طلعت اوساخي في الزكاه، هل ال 20 جنيه دي نعم. اوساخي ايضا ام لا؟ اللي هي الخمس. هذا تقصد علي خمس إلها موارد بالأموال، والزكاة إلها موارد تجب فيها. أستاذ أشرف أنا دلوقتي بسأل سؤال، بسأل سؤال واضح جلي، 100 جنيه نفسها هي بتاعتي،
اطلع منها اوساخي واطلع منها الخمس. الان هي نفس اوساخي تخرج ام لا؟ جاوبني. بس انا ما افتهمت شوي شنو اشكالك يعني. ان شاء الله رجع كده الحلقه يعني. رجع الحلقه وافتهم، شوف غيرك يمكن يكون بيفهم. انت فاهم بس عامل نفسك مش فاهم. اثرنا كده كده، اظن الصوره وضحت بالشرح الوافي الكافي.